الصيفية طلاب 2005، و يعني كما ترون الجو مهيأ لهذا عقد هذا الامتحان. هناك حوالي 189,400 طالب مشترك في الامتحان. امتحان اليوم هو تربية إسلامية لكافة الفروع، في حوالي 145,000 طالب في كافة مناطق المملكة، 145,000 تربية إسلامية. مجموع المتقدمين 189,400 طالب تقريبا، بس تربية إسلامية 145,000 وكمية كمان. هل قمتم بمراعاة مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة بال... أكيد طبعا الأسئلة تراعي يعني ذوي الاحتياجات الخاصة فيهم أذكياء أيضا، هم يعني احتياجات خاصة ب... إذا كان المقصود مثلا إعاقات محددة مثل كفيف أو أصم أو ذا، كلها أخذت بعين الاعتبار، وفي هناك يعني إجراءات تمت بحيث يكون معهم إما من يكتب مرافق أو من يقرأ الأسئلة لهم، هذه كلها إجراءات تمت أثناء الاستعداد للامتحان. طيب رسالة منك لأهل الطلب والطلبة، هل ستكون الامتحانات صعبة؟ يعني هذا امتحان عادي كل نمر فيه كل عام، وأنا أعتقد أنه يراعوا وضع أبنائهم ويهيئوا الفرصة لهم للدراسة، والطلبة أكيد استعدوا الامتحانات ونحن بدأنا الامتحانات، بالتالي الأهل تعودوا على هذه الامتحانات ويعرفون ماذا يقدمون لأبنائهم من جو لتسهيل الدراسة وتمكينهم من تقدم الامتحان في ظروف ميسرة.